نعم. يقول السائل: دعاء الملتزم أين موقفه ومتى، وهل له دعاء محدد؟ أحسن الله إليك. الملتزم ما بين الركن الحجر الأسود إلى الباب، إلى باب الكعبة، هذا هو محل الالتزام، وليس له وقت، متى ما أردت تذهب إليه وتقف فيه وتدعو الله عز وجل، وليس له دعاء محدد، تدعو بما تيسر لك من الأدعية.